السلام عليكم شباب، ان شاء الله بخير. لكم على العراقي من قناة دراجون 11 وياكم حلقة جديدة. اليوم جبت لكم انبوكسنج مو سريع، ما كنت اعرف اسوي انبوكس وافتح صندوق وما اعرف شنو الملاعب، خلاص مليت. هذا الصندوق اسمه مو صندوق، صندوق شنو هذا؟ هاي نظارة الواقع الافتراضي اللي اسمها في ار بوكس. هاي النظارة شباب هي نموذج رخيص وبسيط من نظارة الواقع، نظارة الواقع الافتراضي اللي الاصل اللي هي اوكلس ريفت، واللي اجت بعدها هواي نظارات اخرى مثل جوجل كلاس، ما اعرف شنو هواي شغلات اجت من عندها نظارات، حتى مشروع مورفيوس اللي على بلاي ستيشن 4 نظارة ايضا خاصة بالبلاي ستيشن 4 ونظارة خاصة بالاكس بوكس 1 اعتقد اللي اشتغلوا بها عمود لعبة ماينكرافت بحيث تشوف شغلات وتبني بيدك وما شنو شغلات، يعني عن طريق من نظارة الواقع الافتراضي اللي اوكلس ريفت واجهت نظارات هو شغلات. وطبعا من هذا الماركة مليون اكو بعد نظارة اخرى، وارخص نظارة موجودة على الاطلاق هي نظارة جوجل اللي هسه نزل منها اصدار جديد ايضا ثاني على اساس يعني بيفرق، بس هو نفس الشيء ونفس العدسة نفس الشيء. المهم يعني ما طبع عليكم، اذا تريدون من هاي النظارة هاي سعرها يمكن $40 او $35 يعني شغلات. وصلت بها واحد صاحبنا عراقي، رابط مات على الديسكريبشن اذا تريدون توصلون دزيها، خلال شهر وصلتني من الصين. فالعراق نفس الشيء يعني اكو هواي شغلات تجي من الصين. المهم طبعا انتم هسه تشوفون قدامكم نفس اللي دي يطلع عندكم، دي يطلع عندي بالضبط رابط الكيبل اليو اس بي هذا على الشاشه، عم تشوفون انا ايش دا اشوف بالضبط. فاني طبعا ما كذب عليكم شايفها، شايف كم مقطع مرعب فكلش عجبني، فاذا اقول ليش ما اجرب الرعب بيها. اكو شيء اخر جزء انتم بتعرفون، اكو شيء تقنيه تعرفون انتم اسمها 360. تقنيه ال 360 شباب في شيء كلش حلو، يعني تقدر مثلا تشوف فيديو 360 درجة، دروجك فوق جوا يسرى يمنى، وين ترقص وين تروح دروجك تقدر تشوف فيديو، فشي كلش حلو. هسه راح نجرب هاي الخاصية، وتقدر تلعب هنا ايضا ايضا يعني ايضا ايضا تقدر تلعب هنا بالحاسب بالبلاي حاسب وقرب موبايل بالتليفون، تقدر تلعب العاب بس تدعم خاصيه الواقع الافتراضي، يعني تبيها الشاشه مقسومه نصين ومكرر الشاشتين يعني اولى والثانيه بصفة. هسه تشوفون فسنقول له بلاي ونقول له الشاشه، واختاريت لكم فريدي، لعبه فريدي، بس شنو هالمره راح اعيش جو اني حلو. اوكي خرب هو اللي دحس لبسه عاد الغرفة. Hello. Hey. Oh. Hey. You're probably wondering what you're doing at this incredibly random house. We have a situation here right now. About 2 months ago, we started working on an amazing costume for Five Nights at Freddy's. So what happened is about a week ago, it disappeared. شنو هذا السبب؟ So I need your help. شباب احدى شخصيات فريدي لعبة فريدي تعرفوها الرعب. So very important. You can use your WASD keys in order to move around the house. Go ahead and try that. شباب هذا راح يخلي لي اعيش نفس اللعبة مال فريدي اللي ينتقل بالكاميرات بعدين يبغى يشوف فريدي موجود او لا. ان شاء الله ما القاه. Okay good. So now that you guys know how to move around the house, I'm going to show you some footage that we recorded last night. Let's see if you can make it to the end of this video without clicking it off. This is the Black Box TV Five Nights at Freddy's challenge. Oh, the challenge on Freddy. Okay. I'm not afraid of Freddy. I'm not afraid of Freddy. What? Oh, lost it. Freddy, شوف. انا باللعبه ما تحملتك، تطلع لي بالحقيقه ابوك صمته، انا حذرتك ايدي والنعال خرب. اني دحس نفسي انا بالمطبخ، ما ادري من الغساله دحس نفسي. اوه شرفي، لكن قل لي منها قل لي لا صدق بشرفي لا صدق تحس نفسي جوا والله العظيم. شنو طرف ايش قدامي؟ طرف ايش قدامي والله؟ ما لحقت اشوفها زين.
المهم في ذا اوكي هذا الباب مفتوح حيخسرنا في ريتي اخ انا شلع عامل هاي اللعبة اللي قدر حاس نفسي جوا اللعبة شمالة خير شكو خير شكو خير شكو اكو واحد لابس بدلة مال وعمال فورب خط اخو واحد خطو على أساس ما فريدي ترى مدى الضحك مرضكم على النكتة عشان حرام دي بوب حرام دي بوب ولي اشتعل هم اشتعل هم شباب 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 لك خرب انه شو عنده حس صدق احس نفسي بقاعد بالبيت يمهم Hey you're here congratulations I'm surprised انا بكنا بحتى الجراجيليشن next time won't be so easy in fact film your friends film anybody you know doing this challenge and let's see if we can get some good reaction videos I'll post the best one to Black Box TV والله صدق صدق بس تحدي حلو كان بصراحه لا بتشيب رتب بالقرار يعني شوي رعبني الصوت عادي كل شيء باذني ماكو احس واحس النظار مخليتني تقريبا جوا احس نفسي يعني شلون مسكت نفسي يعني ما ادري المهم يعني انا ما اخاف بس بصراحه اتحمس احب اعيش اللحظه يعني احب اعيش القصه يعني حتى لو عرفوا كذي بس احب اعيش القصه يعني وهذا احد الاسباب خلاني اشتري هاي النظاره يعني المهم هو شغلات من عندها هواي لعبات اكو على اندرويد اقدر العبها على هاي اللعبه لكن مو العاب قويه بحيث تستحق واحد ينزل عليها مقطع يعني بعد العاب خفيفه اتوقع عندي خلال سنه اكثر سنه ونص تجي عفوا تجي شغلات افضل واحلى تتطور التكنولوجيا مال النظارات الواقع الافتراضي وهسه النظاره مثلا عندكم نظاره اوكلس ريفت هذيك احسن بليون مره من هاي اللي انا شايلها لان هاي تعتمد على التليفون ولو نفس الشاشه اللي يستعملون تقريبا لكن يعني شلون نقول هذيك خاصيه مخصصه للكمبيوتر مع العلم اكو برنامج يقدر يربطك بينها وبين الكمبيوتر بس على كل هذا كل ما في الامر الشارع عجبكم مقطع اذا عندك سؤال اي استفسار خليه بالديسكربشن خليه بالتعليقات واذا قدرت يعني اجاوبكم واذا ما قدرت اعذروني لان انا ايضا عندي مشاغل يعني مثل عائلتي وهذا فاحاول اجاوب على قدر استطاعتي هذا كل ما في الامر مع السلامه